بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية والترحيب في هذه الانطلاقة وانطلاقة شوطنا السادس عشر، شوط خاص بالانتاج انتاجي قطر. نتابع هذه الاسماء الحاضرة والمتواجدة في هذا الشوط. نسير مباشرة الى الصدارة، اتابع المركز الاول. كدر على المركز الاول، علي بن محمد بن راشد بن شابل من يقدم لنا شعاره، بينما اتابع المركز الثاني والقادمه في هذه اللحظات والوصول من ميراد على المركز الثاني. سعيد بن فهد بن صقر بن راشد المريخي مع المركز الثاني والمركز الثالث. اتابع التقدم في هذه اللحظات والقادمه، التماس ثلاب بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مع المركز الثالث والمركز الرابع. هنا القدوم من الميق، عبد الله بن راشد بن علي آل نشيره المري والمركز الخامس. هناك الاسماء القادمه والحاضره في هذا الشوط، نجده مع المركز الخامس، مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد الجربوعي مع المركز الخامس. هذه الاسماء الخمس الاولى مشاهدينا الكرام في انتاج قطر. نتابع هذا الحضور، هذه التحديات، هذه الشعارات المتواجده في هذه الاشواط. نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى الصداره، نتابع البدايه. كدر مع الصداره مع مقدمه الشوط، علي بن محمد بن راشد بن شابل من يقدم لنا شعاره مع المركز الاول. المركز الثاني، اتابع الوصول من الحذره القادمه مع المركز الثاني، ناصر بن حمد بن حسين بن علي الجرحب القادمه الحذره مع المركز الثاني. المركز الثالث، اتابع الوصول من فرحة مع المركز الثالث، راشد بن علي بن راشد النابت يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع، الله إلى أسماء، الله إلى التحديات القادمة في هذه اللحظات. تابع الوصول من نجدة مع المركز الرابع، مسفر بن محمد بن مسفر بن محميد مع المركز الرابع. المركز الخامس، وتابع القدوم هناك من الميق، عبد الله بن راشد بن علي انشيره، الله الى اسماء، الله الى الشعارات الحاضره مع هذه اللحظات. بدانا بالاقتراب، نتابع الاسماء بدات بالتقدم، ولكن نعود الى الصداره مع التغيير، ولكن ما زالت كدر على الصدارة على مقدمة الشوط. هناك تقدم هذا الأداء بشعار علي بن محمد بن راشد بن شابل على الصدارة مع مقدمة الشوط، ولكن فرحة مع المركز الثاني. راشد بن علي بن راشد النابت يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث، وصول من الميق، عبد الله بن راشد بن علي آل نشيره، ولكن الله الأسماء، الهجوم في هذه اللحظات. تتابع الشعارات القادمة، لهايب سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين يتقدم في هذه اللحظات. الأسماء قادمة مع الكيلومتر الأخير، ولكن أعود إلى الصدارة وأتابع أيضا قدوم من شقرة، عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري، شعار بن عمارة، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط. أتابع فرحة راشد بن علي بن راشد النابت، من يقدم لنا فرحة، ولكن القدوم من الميق مع المركز الثاني، عبد الله بن راشد بن علي أنشيرة مع المركز الثاني، بن عمارة مع المركز الثالث، مع اللحظات الأخيرة، ولكن أعود مع فرحة، فرحة وسلالة مهلي. الله الله، هنا على الصدارة راشد بن علي بن راشد النابت يقدم لنا فرحة، ولكن الوصول في هذه اللحظات والقادمة مشاهدين الكرام. أتابع لهايب بن سالمين وأيضا سلالة
مهيوب. الله يا بن سالمين، بن سالمين مع الصدارة، لهايب لهايب، ولكن عادت 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 فرحة، عادت فرحة مع الصدارة. راشد بن علي بن راشد النابت وسلالة مهلي، سلام فرحة، سلام سلام يا النابت على هذا الأداء. تهانينا والناموس لراشد بن علي بن راشد النابت على فوز فرحة بالمركز الأول في هذا الشوط وانتاجي قطر، بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الكرام من لهايب سعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري، والمركز الثالث وصلت شقرة عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري، والمركز الرابع كان الوصول من زعزعة راشد بن علي بن حمد المنخس، والمركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام من ميك عبد الله بن راشد بن علي أمشيرة المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، نتابع ونعود للتوقيت الزمني ولحظات الوصول. هنا توقيت الزمني 6:07:34 من الثانية، سلالة مهلي الحاضرة بشعر راشد بن علي بن راشد النابت، بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من لهايب توقيتها الزمني 6:07:80 من الثانية. الثانية لسعيد بن محمد بن حمد بن سالمين المري على أيضا حصول لهايب على المركز الثاني، وسلالة مهيوب بالفعل المركز الثالث. شقرة توقيتها الزمني 6:10:95 من الثانية. الثانية أيضا لمالك شقرة عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري وسلالة الفارس الخيارين، بينما أيضا المركز الرابع كان الوصول من شعار زعزع راشد بن